ابن فنان اتظلمت موهبته وما خدش حقه من دول، هيثم احمد زكي، فاروق فلوكس، احمد الفيشاوي. هيثم الله يرحمه راح لربنا، لدنيا اعظم، لعالم اعظم من اللي احنا فيه. واحمد الفيشاوي الظروف العائليه بتاعت والده ووالدته خلته ما حققش اللي هو عايزه. برضه احمد فلوكس طويل اللسان، ما ينفعش اني انسم الناس، ما ينفعش. خطا. التسامح. الفنان قدوه، فنان قدوه في الشكل وفي المضمون. يعني لما حد يشتمني ما ينفعش ارد عليه الشتيمه. احمد فلوكس حضرتك شايف ان هو بيغلط في طبعا كتير؟ طبعا طبعا عيب. يعني انا ممكن بيني وبين الدكتور اشرف زكي مشكله، اللي هو النقيب بتاعنا، اللي هو الممثل الرسمي القانوني امام الدوله، اجي اقول له يا دكتور اشرف موضوع كيت 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 كيت، ما ينفعش على الملأ في السوشيال ميديا اردح، لا ما ينفعش، عيب عيب. سن اشرف زكي ومكان اشرف زكي وسعي اشرف زكي، اقول لك على حاجه، احنا اعظم نقابه في علاج في مصر، اعظم نقابه في مصر في علاج، مستشفيات مجانا، تحاليل واشعاعات مجانا، علاج بندفع 25% مجانا، ومستشفيات درجه اولى، حجره درجه اولى. انا عملت عمليه في مستشفى وكان حجره درجه اولى، ما معناش فلوس، اشرف روح يدفع. في ممثل طلعت زكريا كان علاجه الله يرحمه يتطلب مليون ونص. ايوه هو عنده مرض نادر. السقف بتاعنا 45,000. أيوة. اشرف لما له مليون ونص ليه بقى؟ اشرف علاقته بالناس علاقه جميله جدا. انا طبعا بقول اشرف لانه اخويا الصغير سنا ومع الاحتفاظ بالالقاب يعني، انما برضو انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على اشرف زكي وعلى حمدي غيث الله يرحمه وعلى يوسف شعبان الله يرحمه، ناس كتير كانوا اصحاب فضل علينا يعني.